محطة اسمها برلين فوتوشي قاسم. هاي المحطة قريبة على مستشفى الشارفين. طبعا دائما وياي الجوجل ماب. الجوجل ماب لازم نستخدمه هنا حتى نتنقل، ينطيك المعلومات عن الطرق وعن أسان. هنا راح أعبر النهر اللي اسمه شفري هنا ببرلين، وتشوفون هاي محطة قطارات، تشوفون كلش القطارات كل شوية جاية، من هنا تجي سكة ومن هناك تجي سكة. هذا قطار هسه جاي تشوفون، وهذا القطار الثاني هسه يجي هنا، واحنا طريقنا نروح بهالاتجاه. ف يلا ويانا. هسه تشوفون القطارات شلون تمشي هنا من المحطة، وهنا هذا نفق يخلينا نعبر على الجهة الثانية. بس اشوفكم النهر اللي نعبره من النفق، هذا النهر. وده تشوفون هذا الشبري، وده تشوفون الكازينوات اللي على ضفته، والمستشفى راح تكون هناك وراء هذول البنايات بحدود مسافة 10 دقائق إلى 5 دقائق مشي. طبعا منطقة كلش حلوة سياحية، فاللي يجي وهاليوم شوية جو صيفي يعني خريفي. بدأ تشوفون هذه هناك البنايات كلها اللي وراها، كلها تابعة للشاليتيه، مستشفى كبير. امشوا ويانا راح ندخل النفق. اشوفكم شلون المي. طبعا الفيديو شوية طويل، بس اللي حاب يجي يدخل يشوف. هسه احنا فوق المي، عبارة عن جسر يوديك للضفة الثانية، جسر تابع الى محطة القطارات. شوفوا الجسر. وهذا الفيديو توثيقي راح يبقى الي بالقناة، اول واحد اسوي عن مستشفى الشاليتيه. لتشوفون هذا جمال المي، هذا النهر اسمه شفري. في نهرين ببرلين، بس احنا فوق المي. لتشوفون عبرنا هذا جسر، هذا جسر تابع للقطارات، محطة القطارات، مو جسر مال السيارات يصير هناك ومال وفي جسور مال المشاة، بس هذا جسر تابع المحطة. وهسه نشوف بدليل الخرائط وين احنا راح نوصل وشون راح نوصل الى المستشفى. تشوفون هسه احنا عبرنا الجسر، راح نمشي الى الامام قدامي بحدود 11 دقيقة مشي 850 متر. طبعا المشكلة بس اللي هنا ببرلين مشكلة مواقف السيارات، لأنه مواقف صعبة كلش مال السيارات. ف تشوفون هذه الكازينوات اللي على ضفة النهر، هاي بالليل كلش منظرها حلو. وهذا الورد وأبو المحل تشوفون، جدا جدا جميلة. هذا الشارع اللي حاب يجي، على فكرة في هنا واحد من المحلات عنده تمثال أصلي لل أبو الهول، واني ذاكر عليه بأحد الفيديوهات. فده تشوفون هاي الصبح برلين، وهاي هذا هوتيل، أعتقد هوتيل هذا يعني مطعم، هذا مطعم، كلها مطاعم هنا. تشوفون هنا مطاعم وهنا عيادات اطباء، فاللي حاب يجي اهلا وسهلا. هذه هي، راح اغلق التطبيق، اغلق الكاميرا ونروح نوصل مكان ثاني. تشوفون هذه العلامة مالتها اللي يجوي كثير رؤساء عرب تعال جو بيها، ورؤساء اجانب ايضا، لكن ممنوع انه اصور بداخل المستشفى بسبب كورونا، وممنوع انه يعني مو بس تصوير، ايضا ممنوع انه ادخل داخل المستشفى، فلازم اخذ منهم موعد للتصوير، فهذا كلها لازم اونلاين. فهسه راح نرجع على المكان اللي اجينا منه، يعني كورونا خربطت كل شيء علينا. فلتشوفون
احنا اللي علينا نسويه، وان شاء الله اجيب لكم الشيء المضبوط، الشيء اللي تحتاجه عن التصريح والإقامة هنا ببرلين والفنادق القريبة وكل شيء. فكلها مواعيد هنا. فبنهاية الفيديو لا تنسون تدعموني بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي، مع تحياتي من قناة برلين بعيون عربية اللي مختصة بالآيفون وحاليا بعض الشغلات عن برلين، ولأنه من العراق ومن السعودية تواصلوا وياي، واحتمال من غير بلد، واحتمال هنا من ألمانيا. فهذه هي مستشفى الشاليتي اللي يجون عليها، الموقع مالتها راح أحطه صندوق الوصف، وراح نسألهم عن التواصل وياهم. وهاليوم يوم صيفي ودا تشوفون الناس كلها يعني شوية شوية صيفي، فخصوصا اللي يسوقون دراجات يكونون لابسين صيفي. وهنا محطة القطارات أيضا قريبة، فكل شيء راح تشوفوه عن المستشفى إن شاء الله راح أجيب لكم إياه. بس لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك. شكرا للجميع، مع تحياتي من برلين، مع السلامة.